بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف ننشئ مجموعة داخل الجيت هاب. أول إشي، شو الهدف من المجموعة؟ أو خلينا نحكي بشكل أصح الأورجنايزيشن. الفكرة بكل بساطة، أنت مثلا عندك تيم مكون من 50 شخص، أو أنت صاحب شركة وعندك 50 شخص، فراح يكون من الأفضل أنك أنت تنشئ مجموعة وتحط 50 شخص داخلهم عشان تقدر تشارك معهم المشاريع وكمان تتواصل معهم بشكل أسرع، وكل التيم شايفين المشاريع الشغالة عليها الشركة. مش شرط يكون عندك شركة، ممكن يكون أنا عندي تيم مكون من 4 أشخاص فبنشئ جروب organization. كيف بدي أنشئ مجموعة؟ الموضوع جدا بسيط، من عند البلس ومنعمل new organization. أول إشي بيحكي لي اختار البلان اللي بدك إياها. زي ما حكيت لك، أكبر استفادة بتكون للشركات بيكون عندها تيم ضخم بالآلاف. طبعا إحنا راح نستخدم البلان فري، لكن لو أنت شركة ضخمة وكبيرة فأنت أكيد راح تختار من البلانات هاي. هنختار كرياتيف فري. أول إشي بيحكي لي لازم تكتب اسم للمجموعة. مثلا بدي أحكي له محمد داش السيد داش كومبين. بعد هيك لازم نعمل كونتاكت ايميل، وهو جدا مهم كيف يتواصلوا معك التيم على اي ايميل. فمثلا دكتور محمد هون دوت السيد دوت سوفتوير انجينيرينج ات جيميل دوت كوم. بعد هيك بحكي لك هذا الجروب بيرسون اكاونت او بزنس، فاحنا رح نختار ماي بيرسونال اكاونت. بده يتحقق مني، فبنختار هون الصورة الصحيحة، بعدين بنوافق على كل الشروط وبنسوي نيكست. بعد هيك بحكي لك اعمل سيرش على اليوزر نيم او الفون نيم او الايميل. يعني انت بتحكي للتيم اللي عندك ابعثوا لي اليوزر نيم الخاص في الجيت هاب او اسمك اسم كامل او الايميل ادرس. متذكرين الاكونت اللي انشأناه اسمه مي السيد؟ خلينا نعمل عليه سيرش. هاي مي السيد داش هاي كمبيوتر ساينس. وممكن تختار هون مرة واحدة كل التيم كومبليت سيت اب. طبعا كالعادة الجيت هاب بده ياخذ منك معلومات بسيطة، بحكي لك اكثر اشي بتسويه خلال اليوم. بنحكي له مثلا رايت كود. بعد هيك التيم مكون من كم شخص؟ خلينا نحكي من 1 لـ5. بعد هيك بحكي لك ايش انت رح تسوي داخل هاي المجموعة. مثلا ممكن نحكي دراسة، ممكن نحكي ورك بروجكت، نشتغل على مشروع. السؤال البعدي، شو المتوقع تسوي داخل الجيت هاب خلال 7 أيام القادمة؟ شو بحكي لك هون؟ اختار أكثر من 3. نعمل هون مانج كود، تعاون داخل الكود، بلان تراك وورك، يعني اختار أي شيء بدك إياه. هسه بحكي لك، هل أنت عندك مشروع خاص فيك وناشئه؟ يا بتحكي له لا أو بتحكي له يس. إذا حكيت له يس بقول لك أنت وين ناشئ هذا المشروع؟ على الجيت هاب ولا جيت لاب أو بيت باكيت؟ طبعا كل هدول هم نفس مبدأ عمل الجيت هاب. فأنا مثلا بدي أحكي له مش ناشئ مشروع، لسه أنا مش ناشئ مشروع نو. بعدين بعمل صمت، وهيك بكون أنا نجحت إني أنشئ مجموعة جديدة. وهون في نقطة مهمة، اسم المجموعة لازم ما يتكرر، يعني لازم يكون يونيك، ما يكون حدا أخذ اسم المجموعة قبلك. خلينا هسا نعدل بيانات المجموعة. أنا أروح على السيتنج. ممكن هسا تعمل هون ديسبلاي نيم غير الاسم الموجود عندك هون. فمثلا خلينا نحكي The Group مثلا. مش شرط انه يكون يونيك، بس هو اسم مستعار. ايميل، خلينا نختار هذا الايميل يكون public description للمجموعة. بعد هيك ممكن تحط انت URL الخاصة بالشركة. التويتر، حساب التويتر الخاصة بالشركة وخاصة فيك، مثلا حساب التويتر الخاص فيي انا. بعدين بعمل update profile. وكمان يفضل انك تغير صورة المجموعة. خلينا نعمل هسه ابديت نيو بيكتشر، وخلينا نختار مثلا هاي الصورة. طبعا انت ممكن تختار صورة الشركة. هاي ست بروفايل بيكتشر، وهيك تم تغيير صورة المجموعة. كالعادة بدنا ربع ساعة لنص ساعة عشان يتغير الصورة عندك في كل مكان. خلينا هسه نرجع على ذا جروب ونرجع فكرة البيبل. هون شو بحكي لك؟ انت بس عندك شخص واحد اللي هو انا،
محمد السيد وهو الاونر. طيب البادنج انفايت، الناس اللي بعثت لهم انفايت هي مي السيد ولسه مش موافقه، خلينا نوافق على الانفايت. طبعا هنا جاي رساله على الايميل الخاص مي السيد. هون اجت رساله لمي السيد وبتحكي لها انه مهندس محمد السيد عمل لك انفايت لمجموعه اسمها محمد السيد. بعد هيك هي مباشره راح تكبس هون على الجوين عشان تنضم للمجموعه. بعدين هيفتح لك موقع الجيت هاب جوين ذا جروب، وهيك صارت داخل المجموعة اللي اسمها ذا جروب. خلينا نشوف، بدي اعمل هسه ريفرش. لو روحنا هسه على المنبر صار هسه عندي انا شخصين داخل المجموعة. كمان بقدر انا اضيف اشخاص جدد، انفايت منبر، بدور عليهم عن طريق اليوزر نيم او الفول نيم او الايميل، مثلا هاي علي، وبعدين بختار الشخص اللي بدي اياه وبعث له انفايت. هل بقدر اتحكم في اليوزر اللي عندي اياهم داخل المجموعه؟ اول إشي تقدر تحذفهم من المجموعه، كيف؟ ريموف فروم اورجانيزيشن، او ممكن نغير الرول، تشينج رول، اخليها مثلا اونر. هاي تشينج رول، هي صارت هسه اونر، او ممكن احذفها، هاي ريموف فروم اورجانيزيشن، هيك تم حذفها من المجموعه. اخر إشي بدي اعلمك اياه كيف تنشئ مشروع داخل المجموعه. روح على الاوفر فيو، بعدين تكبس على كرييت نيو ريبستوري، او تكبس على الريبستوري موجوده هون، هاي كرييت نيو ريبستوري. اعطيني اي اسم مشروع بدك اياه، مثلا هاي بروجكت داش مثلا 3. ديسكريبشن اوبشنال، بابليك او برايفت. دائما المشاريع بتكون داخل المجموعه بتكون برايفت مش بابليك، لانه بس التيم راح يقدر يشوف هاي المشاريع. وهي كرييت ريبستوري، وبتربط مشروعك اللوكال مع الجيت هاب مثل ما علمتك في المحاضرات السابقة. خلينا نرجع هسا على محمد السيد كومبني، هي المجموعة، وصار هسا انت عندك مشروع اسمه بروجكت 3 وهو برايفت. مين بيقدر يشوفه؟ فقط الاشخاص الموجودين داخل المجموعة. اتمنى كانت افكارنا واضحة. في المحاضرة القادمة هنتعلم كيف ننشئ تيم داخل المجموعة. معنى كلامي انه داخل المجموعة بقدر اعمل اكثر من فريق، يعني اوزع كل الموظفين عندي على اكثر من فريق، وكل فريق يشتغل على مشروع معين. هاي ان شاء الله راح تكون منظومة محاضرتنا القادمة، ويعطيكم العافية.